إسرائيل توسع غاراتها على لبنان من برجة في قضاء الشوف إلى جنود البترون شمالا والمعيصرة في قضاء جبيل. بري يؤكد الالتزام بنشر الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، ونظيره الإيراني يتفقد موقع استهداف وفيق صفا في بيروت. جعجع يدعو لانتخاب رئيس للجمهورية، يحصر القرار الاستراتيجي في يد الدولة والسلاح في يد الجيش. أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية التي نوصل من خلالها رصدنا ومتابعتنا لكل مجريات الأحداث في لبنان وفي غزة. وأبدأ بهذه العواجل، أن اليونيفيل رفضت أوامر الإخلاء التي من مواقعها في جنوب لبنان التي طلبتها إسرائيل. طبعا هذا الموقف من اليونيفيل يأتي بعد أن تعرضت اليونيفيل لضربتين إسرائيليتين نتج عنهما أضرار كثيرة. نبدأ من هذه الساعة الإخبارية، وللمرة الأولى استهدفت غارة إسرائيلية منزلا في بلدة برجة في إقليم الخروب في قضاء الشوف في جبل لبنان، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين. وأفادت مراسلة الحدث بأن المنزل المستهدف يؤوي عائلات نازحة. غارة برجة يا شباب، هذه هلا غارة برجة. الله أكبر الله أكبر. غارب برجة يا شباب، هذه هلا غارب برجة. الله أكبر الله أكبر. هيدي لايف لايف من الجية، هلا لايف من الجية. غارب برجة يا شباب، هذه هلا غارب برجة. الله أكبر الله أكبر. غارب برجة يا شباب، هذه هلا غارب برجة. الله أكبر الله أكبر. هيدي لايف لايف من الجية، هلا لايف من الجية ضربة. وللمرة الثالثة استهدفت الغارات الإسرائيلية بلدة المعيصرة في قضاء جبيل، حيث كانت استهدفت سابقا منزل مسؤول في حزب الله الشيخ محمد عمرو، وكانت الغارة الأولى أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما نجا عمرو من الاستهداف. والله انا مستودع. عفاك ايه اودي تقول هيك؟ لا حد مستودع. هيدي على الجبل على المدرسة، فوق المدرسة الغري. هلا من لحظة ضربتها. والله انا مستودع. عفاك ايه اودي تقول هيك؟ لا حد مستودع. هيدي على الجبل على المدرسة، فوق المدرسة الغري. هذا وكان الجيش الإسرائيلي جدد تحذيره للبنانيين من التوجه إلى مناطقهم في الجنوب حتى إشعار آخر، وبرر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي التحذير باستمرار العمليات العسكرية.
نبدأ في التواصل مع مراسلين في لبنان على الأرض، ونبدأ من حصبية في جنوب لبنان مع مراسلنا هناك محمود شكر. محمود أهلا بك، أعطينا تفاصيل أكثر عن خارطة الغارات الإسرائيلية واستهدافها لهذه البلدات. نعم، هذه البلدات هي السلطانية، زبئين، برعشيت، الخيام، قانا، النبطية، كفر كلا، كفر ملكي وغيرها من البلدات التي هي في القطاع الأوسط والقطاع الغربي وأيضا القطاع الشرقي. وكما أشرت كان هنالك تطور ملحوظ منذ حوالي الساعة، وهي باتجاه الداخل بعد أن نفذ الطيران الحربي باتجاه برجة ثم بعد ذلك باتجاه جرود كسروان وصولا إلى الكورة. إذا أخذنا هذه الموجة من الغارات التي لم تنقطع منذ الأمس وهي تخلف عدد كبيرا على مستوى الضحايا وأيضا على مستوى الجرحى، فبحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة التي تشير إلى سقوط أعداد بين هذه الغارة وبين تلك الغارة، تبقى الرشقات الصاروخية التي يقوم بها حزب الله أيضا هي بالتوازي على مستوى القوة النارية للمواجهات، هو العنوان السائد أو العنوان الأكبر على الساحة الجنوبية. بمعنى إلى أن حزب الله يقوم بعمليات إطلاق الصواريخ. إذا أخذنا الخارطة من الجهة الداخلية وتحديدا بالقرب من حيفا إلى عكا إلى طبرية ونزولا إلى كفر جلعاد، كفر يأوم، كرن نفتالي، إلى عازر وغيرها من المواقع التي يوصفها الإعلام الحربي للحزب بأنها قواعد إما لقيادة الدفاع الجوي وإما قواعد للواء السابع المدرع كما ذكر في الجولان، وإما قواعد لعمليات الاتصال، وإما أيضا قواعد لتصنيع المتفجرات. هذا يأتي في المستوى الأول من حيث العمق. في المستوى الثاني تأتي المستوطنات والمواقع للتجمعات الجنود التي تكون على أهبة الاستعداد للتجمع لعملية الانطلاق باتجاه الأراضي اللبنانية. أما النقطة الثالثة فهي تأتي عند تماس الحدود، وهذا أيضا ما جاء في البيانات عندما تحدث عن موقع الجرداح، عن زرعيت، أنه استهدف مجموعتين للقوات الإسرائيلية المتوغلة، استهدف أيضا جرافة خرجت من موقع رامية باتجاه جبانة البلدة، وأيضا استهدافات في بليدة واستهدافات أيضا في موقع زرعيت. هو ذكر هذا الموقع بواقعتين منفصلتين، وهذا هي الثكنة تقع مقابل لبلدة مروحين. عليه نكون نحن أمام قتال يجري داخل الأراضي اللبنانية، قتال يجري ما بعد الخط الأزرق باتجاه المستوطنات التي أتيت على ذكرها وأيضا باتجاه الداخل. أيضا من جانبه الجانب الإسرائيلي هو يقوم بعمليات إغارة تمتد منذ بعض الوقت، ذكرت معلومات أن هنالك غارات باتجاه الحدود اللبنانية السورية في منطقة الهرمن، نعمل على مقاطعتها وعلى التأكد منها. وعليه أيضا الجانب الإسرائيلي يقوم بالغارات باتجاه الداخل اللبناني وباتجاه الجنوب الذي هو مقسم إلى قطاعات. كان لافتا أيضا عمليات الإنذار التي جاءت لخمسة وعشرين قرية، وهي أيضا إنذارات لبلدات في الأصل الجل الأكبر منها قد أخلاها سكانها منذ سنة وليس منذ ثلاثة أسابيع. وفي الجزء الثاني منها يأتي إخلاءات على مستوى الوسط باتجاه البلدات الآمنة. وهنا أيضا نفتح أسئلة بغاية الأهمية إلى أن في كثير من الأحيان الغارات تستهدف بنى على مستوى أحياء داخل أحياء سكنية، وهذا ما يرفع العدد على مستوى الضحايا ومستوى الإصابات كما حصل في بلدة برجة منذ بعض الوقت، أو أيضا حصل ليل أمس في عدد من البلدات الجنوبية، وأيضا استهداف لحاجز للجيش اللبناني في كفرة. أشكرك محمود شكر، مراسلنا في حصبية جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك محمود.
أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري على موقف الحكومة المطالب بوقف فوري لإطلاق النار ونشر الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية جنوبا تطبيقا للقرار الأممي 1701، وجاء ذلك خلال اتصال أجراه بري مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ناقش خلاله الوضع اللبناني والمساعي الرامية لوقف الحرب وكذا الجهود الفرنسية لعقد المؤتمر الدولي لدعم لبنان. هذا وطالب وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم المجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل من أجل تطبيق القرار الأممي 1701، وقال وزير الدفاع اللبناني إن لبنان لا يسعى إلى الحرب، لكنه في المقابل لا يقبل باستمرار أي اعتداءات إسرائيلية تستهدف في تفاصيلها المدنيين. في ختام اللقاء الذي دعا إليه حزب القوات اللبنانية لطرح خارطة طريق إنقاذية تحت عنوان دفاعا عن لبنان، شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على أنه لا استقرار في لبنان من دون بناء الدولة، مؤكدا أن المجتمع الدولي فقد ثقته في المنظومة الحاكمة في البلاد التي تخلت عن قرارها الأمني والاستراتيجي لصالح تنظيمات خارج الدولة. لقد أثبتت التجارب عبر التاريخ أن لا استقرار من دون بناء دولة تجمع كل مواطنيها بعدالة ومساواة ومشاركة ومؤسسات تحمي حقوقهم جميعا من دون تفريق أو تمييز. نعلم جيدا أن المجتمعين العربي والدولي لم يعد لديهما ثقة بالمجموعة الحاكمة في لبنان، خصوصا بعد أن تخلت الدولة لسنوات وسنوات عن قرارها الأمني والاستراتيجي لصالح مجموعات وتنظيمات خارج الدولة. لا ثقة للمجتمع الدولي والعربي بالمنظومة الحاكمة اليوم التي تتربص بالسلطة وتتمسك بها من دون أن تحرك ساكنا لإنقاذ لبنان من محنته. لا ثقة للمجتمع الدولي والعربي بالمنظومة الحاكمة بعد المحاولات المتكررة لمساعدة لبنان من خلال مبادرات عديدة وقرارات دولية وعربية لم تؤدي إلى أي نتيجة. رئيس حزب القوات اللبنانية قال أيضا إن الأولوية حاليا هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية قادر على تطبيق القرارات الدولية، وأكد جعجع على ضرورة أن يتعهد الرئيس المقبل بحصر القرار الاستراتيجي بيد الدولة فقط. فبغياب مبادرات دولية جدية لم يبق لنا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار إلا الذهاب لانتخاب رئيس للجمهورية، رئيس يطبق الدستور ويحترم القوانين المرعية الإجراء، رئيس ذو مصداقية يتعهد مسبقا وبشكل واضح وجلي بتطبيق القرارات الدولية، خصوصا القرارات 1559 1680 و1701. وفقا لجميع مندرجاتها كما لبنود اتفاق الطائف ذات الصلة. رئيس يتعهد بشكل واضح وصريح أن القرار الاستراتيجي لن يكون بعد اليوم إلا للدولة وللدولة وحدها. رئيس يتعهد بإعطاء الجيش اللبناني كل الصلاحيات اللازمة لعدم ترك أي سلاح أو تنظيمات أمنية خارج الدولة. من مدينة طرابلس القيادي في حزب القوات اللبنانية الأستاذ جاد ميان. أستاذ جاد أهلا بك. من اعترض على دعوة السيد سمير جعجع لهذا اللقاء من المعارضة؟ يعني من وافق ومن اعترض؟ ليس هنالك بالفعل اعتراضات، إنما هنالك ربما إطارات مختلفة، بعض الأحزاب السياسية أو بعض الشخصيات قد تكون فضلت أن تكون في هذا المؤتمر. نحن بالنسبة لنا لا نقف على الشكليات، لا نقف على الصورة، بالنسبة لنا ما نقوم به هو خطوة في اتجاه الدفاع عن لبنان، الدفاع عن حقوق اللبنانيين في ظل هذه الأوضاع الحرجة التي يعاني منها الدولة ككيان، كمؤسسات، كسلطة القانون والدستور، وفي ظل المحنة الكبيرة التي يعاني منها جزء كبير من اللبنانيين،
احنا نعلم جيدا اننا نمر في حرب وفي حرب صعبه. في هذه الظروف ما نركز عليه هو القيام بمبادرات ممكن ان تنقل الوضع الى وضع افضل. اما فيما يخص الشكليات فنحن نحترم كل الاراء، نحترم كل التوجهات، ربما يكون هنالك مقاربات مختلفه. نحن نثمن كل شخصية حضرت في هذا المؤتمر الذي كان هنالك العديد من الشخصيات أو الأحزاب أو الممثلين. بالنسبة لنا تبقى أولوية ومصلحة الشعب اللبناني هي الأساس في كل المقاربات التي نقوم بها. طيب أشير أيضا لبعض العواجل، اليونيفيل تفيد بإصابة جندي بنيران غير معروفة المصدر الجمعة في لبنان، وأشير لبقية المواقف لليونيفيل تحديدا بأنها رفضت الطلب الجيش الإسرائيلي بالانسحاب شمالا 5 كيلومتر داخل الأراضي اللبنانية. اليونيفيل رفضت هذا الطلب الإسرائيلي وقالت أنها باقية في مكانها، وطبعا جاء ذلك بعد غارتين إسرائيليتين ضد قوات الأممية قوات اليونيفيل، والآن تعلن عن إصابة واحد من جنودها. القوة 10,000 جندي موجودين في قوة اليونيفيل في لبنان. أستاذ جاد، هنا السؤال، يعني إن لم يختبر هذه الدعوة أو هذا اللقاء بأنها لديها قبول في قوى الإجماع الوطني اللبناني في بقية الأحزاب الأخرى، يعني قد لا تكون ذات جدوى يعني في هذه المسألة، وبالتالي بدأت بفكرة من حضر ومن اعترض، لأنها قد تكون مبادرة فردية من القوات اللبنانية فقط، يعني لا تتخطى حدود المقر، مقر الحزب. يعني سيدي العزيز، القوات اللبنانية هي الحزب السياسي الذي يملك أكبر عدد من النواب في مجلس النيابة. هذا من جهة. من جهة ثانية، نحن نتكل أولا على التمثيل الشعبي الكبير الذي حصلنا عليه في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، كما أيضا نتكل على مصلحة لبنان ومصلحة اللبنانيين. كنا قد سبق وقد قمنا منذ أكثر من شهرين بمؤتمر، هو مؤتمر معراب أول، الذي نص على ضرورة تطبيق 1701. في حينها العديد من الشخصيات وعديد من الأحزاب بالطبع كل من يشارك اليوم في السلطة اعترض على هذا المؤتمر واعترض على منادات حزب القوات اللبنانية وكافة الأفريقاء الذين كانوا قد شاركوا في هذا المؤتمر على المطالبة ب 1701. أما اليوم فنحن نجد بأن الجميع وخاصة حلفاء حزب الله هم من يطالبون المجتمع الدولي بضرورة تطبيق 1701 وحث العدو الإسرائيلي على المطالبة بهذا القرار الأممي. بالنسبة لنا ما نقوم به، نعم، بوصلة ما نقوم به هي مصلحة اللبنانيين. نحن لا نقف على إن كان هنالك تأييد مباشر من كافة الأفريقاء أو كيف بعض الأفريقاء وخاصة من هم في محور الممانعة قد يروا هذه الصورة أو هذه المطالبات. نحن بالنسبة لنا نحن جزء أساسي من المعارضة، ونحن لا نختصر كل المعارضة. ارتأينا في هذا الوقت الحساس وفي هذه المحنة الكبيرة التي يعاني منها الشعب اللبناني بأن نقوم بهذه المبادرة، تشاورنا بها مع العديد من الأفريقاء السياسيين. لا نقف على الشكليات، ولكنني متأكد بأن أغلبية القوى حتى من لم يشارك ولكن هم منضويون في القوى المعارضة هم مؤيدون لفحوى ومضمون الحديث يعني الذي تم التطرق إليه. الصورة على الشاشة معبرة بعض الشيء للمشاهدين الذين يتابعون شاشتنا الآن. هذه صور مباشرة الآن على يسار الشاشة الضاحية الجنوبية، وعلى اليمين عيت الشعب، واحدة من بلدات الجنوب التي لم يتوقف الاستهداف الإسرائيلي لها طوال هذه العملية منذ 23 سبتمبر الشهر الماضي وحتى الآن، هذه العملية المكثفة ضد لبنان، ومنذ بداية أكتوبر العملية البرية ضد الجنوب اللبناني. إذن الغارات مستمرة على الضاحية الجنوبية، سحب الدخان تتصاعد، لم تتوقف من هذه المباني في الضاحية الجنوبية. وعلى اليمين أيضا عيت الشعب، ليست عيت الشعب فقط وإنما كل بلدات الجنوب اللبناني هي استهداف من قبل الغارات الإسرائيلية، إما بالطيران الحربي وإما بالمدفعية الإسرائيلية التي لم تتوقف عن إطلاق قذائفها إلى هذه الأماكن. طيب أستاذ جاد، لفت نظر الناس أستاذ سمير جعجع يجلس ومعه ضيوفه، ومن خلف 3 قرارات مكتوبين بخط كبير 1559، قرار أممي دولي، و1680
و 1701. 1701 بفكرنا ب 2006 وما نتج عنها. 1559 و 1680 دول قرارين من 2004 و 2006 يتعلقوا بأن يكون له ليس هناك سلاح في الداخل اللبناني. وربما من يعود لصيغة القرارين هيكتشف أنه فرض سيطرة كاملة على الأراضي اللبنانية وأن لا يكون هناك سلاح غير سلاح الجيش. لماذا استحضرت هذه القرارات أو هذين القرارين تحديدا 1559-1680 في هذه الجلسة؟ يعني كل هذه القرارات هي قرارات متكاملة، حتى 1701 ولأي سوء الحظ أغلبية الذين يتعاطون في الشأن السياسي في لبنان لا يعلمون مضمون 1701. 1701 أكد أيضا على 1559 وعلى كافة القرارات الدولية. ما قمنا به اليوم سيدي العزيز هو مطالبة المجتمع الدولي ومطالبة كافة الأحزاب السياسية في لبنان بضرورة احترام السيادة اللبنانية وبضرورة احترام المواثيق الدولية التي تنص على بسط الدولة اللبنانية وحدها سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية. ما نعانيه اليوم هو من وراء السياسة التي اعتمدها حزب الله في الفترة الأخيرة، وهي قدم كل ما هو يتعلق بمؤسسات الدولة اللبنانية ببسط الدويلة على الدولة. وقد اكتشفنا وقد اكتشف كافة اللبنانيين بأن لا يمكن الدفاع عن لبنان إلا من خلال الدولة وإلا من خلال السيادة وإلا من خلال المؤسسات. أي مقولة، ولسوء الحظ هذه المقولة تبين بأنها أكذوبة، بأن المقاومة هي من تحمي اللبنانيين. نرى اليوم بأن هنالك أكثر من مليون نازح ومهجر من الشعب اللبناني. نرى بأن هنالك دمار هائل في الضاحية الجنوبية وفي الجنوب وفي البقاع. نرى بأن الشعب اللبناني بأكمله يعاني ما يعانيه، وبالتالي لابد من العودة إلى الدولة اللبنانية. وحتى حزب الله وحلفائه وكل الذين ينضوون في السلطة اللبنانية حالياً يرون بأن الخلاص هو من خلال 1701، وبالتالي يحتمون بالدولة اللبنانية كي تحاول أن تعمل من أجل إيقاف العدوان الإسرائيلي على لبنان. وهذا دليل أستاذ جاد، هذا كلام لا, لا 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 يختلف عليه كثيرون في الحالة اللبنانية، لكن ليس من يختلف عليه الكثيرون، لأننا نحن اليوم نعاني ما نعاني لأن هنالك من لا يريد أن يحتكم إلى سلطة القانون والعودة إلى الدولة. نحن ما نعانيه اليوم هو بسبب ممارسات شاذة لا تدل على مفاهيم قيام الدولة بأي طريقة. طب الذين يختلفون، لو يعني أنا أريد أن أكون عملي بعض الشيء، يعني هذه المبادرة التي طرحت ستكون جادة ومؤثرة وتؤتي أكلها لو طرحت على نبيه بري مباشرة مثلا، وفي محاولة للجلوس مع الرجل والتعامل مع الظرف السياسي الذي يمر به لبنان والبحث عن مخارج وفتح البرلمان وانتخاب رئيس، وبالتالي ستكون ذات جدوى أكبر من أنه يكون هناك مؤتمر وتعرض الآراء التي يتفق عليها قوى المعارضة بشكل كامل. يعني سيدي في سنتين الماضيتين كانت القوات اللبنانية تنادي وتطالب الرئيس بري بضرورة تعقد جلسات مفتوحة من أجل انتخاب رئيس، ولكن لسوء الحظ لم يكن هنالك من يسمع. في الفترة الأخيرة قمنا بالعديد من التصريحات بضرورة تطبيق 1701. أساس المطالبة ب 1701 كان من أجل حماية كافة المكونات في لبنان وكافة أفريقيا الشعب اللبناني، وحتى من أجل حماية حزب الله، لأننا كنا نحذره من أن الاستمرار في منطق الدويلة داخل الدولة لابد من أن يستجلب الويلات على لبنان، وهذا ما حصل. نحن حاولنا كثيرا، ولكن لسوء الحظ هنالك من يريد أن يبدي المصلحة الإيرانية على لبنان، من يريد أن مصلحة حتى الآن يا أستاذ جاد أو يعني حسب لسوء الحظ. هل تنام إليك معلومات مثلا أن هناك من تواصل مع السيد نبيه بري ولديه هذه القابلية لفكرة فتح البرلمان وبداية دخول انتخاب رئيس وملء هذا الشعور الرئاسي، أم أنه يربط فكرة وقف العدوان أولا ثم يكون هناك انتخاب رئيس، مع أن المطالبات أن يكون هناك انتخاب رئيس حتى تتمكنوا كلبنانيين من وقف العدوان؟ من يريد أن يصل إلى الحل يجب أن يفتح أبواب مجلس النيابي المغلق. هذه المفاتيح للأبواب المغلقة هي بيد الرئيس بري، وبالتالي لا أعتقد بأن هنالك من يريد أن ينصحه على القيام بواجبه الوطني. فهو يعلم جيدا بأن هنالك حاجة ماسة، وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي يعيش منها لبنان واللبنانيين، بضرورة فتح
المجلس النيابي والذهاب الآن قبل الغد إلى انتخاب رئيس جديد يكون هو صوت لبنان في كل العالم. أشكرك أستاذ جاد دميان من طرابلس، قيادي في حزب القوات اللبنانية. شكرا جزيلا أستاذ جاد. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف خلال زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت أكد دعم بلاده للبنان وشعبه، وأضاف أن إيران مستعدة لدعم أي قرار يصدر عن حزب الله أو الدولة اللبنانية. جئت إلى لبنان وأنا أحمل رسالة خامنئي بأن إيران تقف إلى جانب لبنان حكومة وشعبا، وأكدت أثناء لقائي برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أننا مستعدون لتقديم أي نوع من المساعدات يحتاجه لبنان، ولكن تحت إشراف وإدارة حكومية، كما نجدد دعمنا لكافة القرارات الصادرة عن لبنان أو حزب الله. قاليباف الذي وصل بيروت اليوم على متن طائرة إيرانية قادها بنفسه التقى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الذي أكد له أن الولايات الأولويات الحكومة هي العمل على وقف إطلاق النار والحفاظ على أمن لبنان، وشدد ميقاتي على التزام لبنان بتطبيق القرار الدولي رقم 1701 وتعزيز وجود الجيش في الجنوب وإجراء الاتصالات اللازمة مع دول القرار والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لتنفيذ القرار كاملا. وكان رئيس البرلمان الإيراني وفور وصوله إلى العاصمة اللبنانية توجه إلى موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المسؤول الأمني وفيق صفا وسط بيروت. قاليباف الذي رافقه في هذه الزيارة عدد من نواب حزب الله اكتفى بتوجيه الدعم للشعبين اللبناني والفلسطيني. ماذا وراء زيارة قاليباف إلى الضاحية الجنوبية وإلى بيروت؟ ربما سؤال يطرحه الكثيرون. أحيله إلى ضيفي من بيروت الأستاذ حنا صالح الكاتب الصحفي. أستاذ حنا أهلا بك. من طهران مدير المركز للدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية مصدق بور. أستاذ مصدق أهلا بك. أبدأ مع الأستاذ حنا صالح. أستاذ حنا، ملحوظة ذكرت حينما كان وزير الخارجية الإيراني يزور بيروت الأسبوع الماضي بأنه لم يكن هناك ولا غارة على الضاحية الجنوبية حتى انتهى الرجل من زيارته وغادر إلى سوريا. اليوم نفس السؤال، وهو أنه سيد قاليباف الجنرال الطيار رئيس البرلمان موجود في الضاحية في قلب الضاحية الجنوبية ولم يكن هناك أي استهداف من قبل إيران. نعيد طرح السؤال مرة أخرى على فكرة التنسيقات الأمنية الإيرانية الأمريكية لإتمام هكذا زيارات، يعني خلينا نطرح هذا السؤال ثم ما الذي حمله قاليباف سيكون سؤال آخر. يعني فعلا أستاذ محمود كما تفضلت لافتة جدا أن الغارات تتوقف على الضاحية الجنوبية والمطار على حافة الضاحية أثناء الزيارتين. طبعا هناك أكثر من بازار يدور بين الولايات المتحدة وطهران، بين طهران وتل أبيب وواشنطن، وهذه البازارات بكل أسف تفترض استمرار الحماوة على جبهة لبنان واستمرار أخذ لبنان إلى مقتلة حتى آخر لبناني لإنجاز هذه البازارات التي لم تتوقف. هناك حديث بعد ظهر اليوم في بيروت أن دخانا رماديا أو أبيض قليلا قد يطلع من إحدى العواصم الأوروبية في الأيام الآتية، لأن هناك مفاوضات كما يتردد. إذا كانت إسرائيل قد منعت الطيران الإيراني من الوصول وأنذرت مطار بيروت لكنها في نفس الوقت سمحت لأول طيارة وثاني طيارة بالهبوط للمسؤولين الإيرانيين. أما موضوع الزيارة فحديث آخر، يعني حديث آخر سأطرح. حرب إسرائيل
استاذ حنا في معلومتين، يعني بلاش معلومتين، في رؤيتين للتحليل السياسي طرحتا في قضية زيارة قاليباف. الرؤية الأولى تقول أنه إيران رأت أن آن الأوان لأن يتم الوقف، وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان خوفا على ما بقي من سلاح حزب الله. والرؤية الأخرى تصب في هذا الإطار، وهو أنه تجنبا لرد إسرائيلي آن الأوان لأن يتم الوقف، وهذا ما حمله قاليباف تحديدا وليس وزير الخارجية إلى نبيه بري، اخرجوا وقولوا خلاص وقف القتال، وإلى من نجيب ميقاتي في هذه المسألة. إذا نحن أمام رؤيتين والنتيجة واحدة، أريد رأيك في ما طرح. كنت قد أشرت إلى موضوع البزارات. بين البزارات حتى الآن منعت تل أبيب بموضوع الرد على الضربة الصاروخية الإيرانية من أن تستهدف المشروع النووي أو منشآت النفط والطاقة، وأن ترد على أهداف عسكرية للحرس الثوري، كما باعتبار أن الضربة الصاروخية استهدفت الإيرانية استهدفت مراكز عسكرية. هناك ترتيب فيلم أمريكي طويل لبزار طويل قد يقتضي شيء ما في لبنان. والمؤسف هنا أن المعنيين في لبنان يتلكؤون عن مسؤولية الإقدام الآن لاستعادة الدولة حقوقها كاملة في السيادة، والكف عن ترك الأمر لقاليباف وقبله عراقجي وقبله المرشد. أخذوا البلد إلى الدمار من أجل بزار يعدونه مع الولايات المتحدة. بالأمس القريب أفرجت قطر عن أموال النفط $6 مليار التي كانت قد دفعتهم كوريا الجنوبية في عز دين هذه العمليات الحربية. لا يجب أن يبقى لبنان يدفع كل هذا الثمن. بالتأكيد هناك مفاوضات وهناك مسائل أنجزتها الولايات المتحدة مع الجانب الإسرائيلي، الذي بالنهاية في عملية كبيرة لا يستطيع أن يذهب إلى الحد الأقصى في صدام مع الولايات المتحدة. في عملية حربية تطال إيران، هو بحاجة لطائرات الأمريكية لتزود الوقود في الجو، هو بحاجة لأنواع معينة من الذخيرة، هو بحاجة لحماية ومشاركة في الحماية في حال حصل رد إيراني جديد. ونحن نسمع الآن أن إيران إن كانت الضربة موزونة فإن إيران لن ترد عليها. نعم. كمية من البزارات وما يبلغ به لبنان وما يوضع على لسان المسؤولين في لبنان آخر هموم سيادة البلد وحقن دماء اللبنانيين ووقف هذا الخراب والدمار حين لا تكون الغارات على الضاحية الجنوبية كي تتم زيارة قاليباف. كانت الغارات الإسرائيلية تستهدف بلدة برجة في قلب الشوف، في منطقتي في شمال لبنان، جرد البترون، في بلدة صغيرة منازل قليلة في دير بلة يسكنها بعض المواطنين الشيعة، استهدفت في قرية. واقعيا إيران حولت لبنان إلى ترسانة عسكرية من أجل مصالحها. أستاذ مصدق بور، يعني أريد رأيك بأنه سيد قاليباف حمل رسالة تهدئة، يعني آن الأوان لأن يوقف هذا العدوان على سلاح حزب الله خوفا على حزب الله أو على ما بقي من سلاحه، وفي إطار لعبة المصالح التي تحت الطاولة. يعني بايدن الآن الرئيس الأمريكي من مصلحته أن يخرج ويقول كنت سببا بأن يتم تهدئة الوضع في المنطقة. أستاذ مصدق، طيب أعود أستاذ حنا لأنه لدينا مشكلة في التواصل مع الأستاذ مصدق بور إليك في هذه النقطة. طالما إسرائيل لم ترد على إيران، أستاذ حنا، كل الطرح الذي تطرحه أنت وغيرك من فكرة أن هناك صفقات غير مباشرة بين الإيرانيين والأمريكيين لاحتواء المسألة هي صحيحة بشكل كامل، ولكن كيف يمكن إنتاج هذا السيناريو؟ يعني كيف سينتهي؟ يعني من يخرج ويقول انتهى هذا العدوان ووصلنا إلى صيغة توافقية بشكل أو بآخر؟ يعني صحيح هذه القوى لن تعدم وسيلة من الوصول عندما تحقق ما تريد من إنجازات من أن تقول أن
أنها قامت بكل المطلوب للدفاع عن لبنان كما قال اليوم قليباف، للدفاع عن الشعب اللبناني، للدفاع عن الشعب الفلسطيني، في حين أن لدينا 1.5 مليون مهجر، لدينا دمار أكبر من الحرب 2006، لدينا مجاعة فوق المجاعة المقيمة. في مخرجات هذا السيناريو يقولون لو خرج السيد نبيه بري وأعلن انتخاب رئيس وانتخب رئيس سيكون هذا هو سيناريو الخروج، بمعنى سيكون هناك رئيس جديد يقول نحن جاهزون لتطبيق القرار 1701، يتم التوافقات، اليونيفيل تتدخل، مجلس الأمن ينتهي، هذا هو المخرج الوحيد لهذا المأزق. هل أنت مع هذا المخرج؟ يعني لو حدث يكون ما نطرحه صح، أنه قليباف قال للسيد نبيه بري أنا الأوان لأن ينتهي هذا السيناريو. كنت قد أشرت في الإجابة الأولى إلى أن اللحظة تفترض تحركا وطنيا لبنانيا خالصا من أجل استعادة الدولة حقوقها كاملة في السيادة، وهذا التحرك يفترض أن ينعقد الاجتماع للمجلس النيابي بشكل فوري، هناك تحدد السياسات والإنقاذ، ولا يكون الأمر بطلب من قليباف. يجب أن يحترموا الشعب اللبناني، أن يحترموا مسؤوليتهم السياسية، بقايا السلطة الواجهة نبيه بري ومئاتي عليهما احترام حقوق اللبنانيين، والذهاب فورا إلى مجلس النيابي من أجل إعلان فصل جبهة الجنوب عن غزة، من أجل إعلان عن تعزيز الجيش في الجنوب، من حتى يقال أن الدولة موجودة تريد تطبيق القرار 1701، ومن أجل انتخاب رئيس للجمهورية كي يكون هناك إمكانية لتشكيل حكومة إنقاذ وطني تقود عملية التفاوض بشأن حقوق لبنان وحول القرارات الواجب اتخاذها وحدود هذه القرارات، كي يكون هناك إمكانية لردع المحتل الإسرائيلي ولجم أطماعه. هذه قضايا يجب أن يتم معالجتها داخليا. كفى هذا الالتصاق والتبعية، مرة ماذا يقول قليباف، ومرة ماذا كان خطاب المرشد، وقبل ذلك ماذا كان يقول أنت تعرف أن حزب الله. الواقعية السياسية تستبعد كل هذا الطرح. الواقعية السياسية أن هناك لعبة كبيرة من التشابكات. إن هناك إذن إيراني بحل هذا الأمر السياسي الداخلي سيحل، وبالتالي أنا وأنت نقول ليس لدينا معلومات، لكن لنرى، ننتظر غدا أو بعد غد ما الذي سيحدث. لو خرج السيد نبيه بري ووافق على فكرة انتخاب رئيس، هل يمكن أن نكون المشكلة؟ أنا أريد تفضل. يعني هل اتفقنا على الإجراء؟ هنختلف على الشخص. يعني هل فكرة الشخص الذي سيأتي ليكون رئيسا توافقيا سيكون أيضا محل خلاف، ولا الظرف الحرب ربما تطرح اسما جديدا ويخلص ينتهي اللبنانيون من هذه الأزمة؟ أستاذ محمود فضل. على نبيه بري أن يتوجه إلى المجلس النيابي ويدعو إلى جلسة. الاجتماع الذي كان اليوم في معراب، وكان هناك نحو 25 نائبا، كان يجب أن يكون في البرلمان، وكان يجب حث كل النواب على أن يكونوا في البرلمان لكي يتحملوا المسؤولية. في حديث سابق معك كنت قد ذكرت أن الطبقة السياسية اللبنانية مسؤولة بالكامل عن تغطية جريمة كبرى هي أخذ لبنان إلى الحرب، ارتكبها حزب الله ودمر الجنوب ودمر الضاحية ويدمر لبنان ويدمر كل اللبنانيين. لا مخرج إلا عبر المجلس النيابي. أما ما كان قد أعلنه نبيه بري حتى اليوم، إنه يربط الدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية بوقف للنار، إنه يربط إنقاذ لبنان بقرار لا يتخذه إلا مجرم الحرب نتنياهو. قرار الحرب ووقف الحرب هو بيد نتنياهو. علينا أن ننتخب رئيس جمهورية، وأن يكون لدينا إمكانية لإعلان حكومة إنقاذ وطني لديها برنامج واضح تخاطب المجتمع الدولي، يرفق ذلك بتعزيز وجود الجيش في الجنوب. 1701 قرار هائل، بوليس التأمين يمنع وجود السلاح، يمنع وجود الميليشيات في كل الأراضي اللبنانية، ويمكن استخدام اليونيفيل لحماية الحدود مع سوريا، ولدينا يونيفيل بحري لحماية البحر. واقعيا
العدة موجودة والقوى الدولية الأوروبية الأطلسية موجودة في لبنان، وعلى لبنان أن ينفذ المطلوب منه. لدينا الآن فقط نحو 4000 جندي في الجنوب، في حين أن القرار كان ينص على وجود 15000 جندي من الجيش اللبناني في الجنوب. كل هذه المسائل لا تحل إلا باجتماع فوري للمجلس النيابي. موضوع استعادة الدولة السيادة، استعادة قرار الحرب والسلم الآن وكل تأخير يعني أن لدينا في الطبقة السياسية من يراهن على بقاء الدولة المزرعة، الدولة الخراب، من أجل مزيد من السلب والنهب وإذلال اللبنانيين وربط اللبنانيين بمحور يتداعى يتصدى انتهت صلاحيته. يعني إن كنت تبحث عن التغيير في الداخل اللبناني فاذهب إلى طهران لتعرف أن هناك تغيير في طهران ولا ليس هناك تغيير في طهران. اتفقنا سويا أنه في تغيير. نعم. في تغيير في طهران، في تغيير بأن نعم. فكرة الضربة الإيرانية كانت متوافق عليها، وفكرة عدم رد إسرائيل هو جزء من هذا التوافق الآن. وطالما إسرائيل لم ترد إذن فكرة الصفقة قائمة بكل أولوياتها في هذا الداخل. لكن هو السؤال الآن والذي ربما نطمئن به الحالة اللبنانية أن قالي باف شخصيا، يعني غير 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 عباس عراقجي مثلا، يعني شخصية قالي باف قربها من المرشد نعم. تحديدا كون رئيس البرلمان لا يحمل صفة رسمية بمعنى لا هو وزير خارجية ولا وزير دفاع، أن يحمل هذه الرسالة بنفسه ويهبط في مطار بيروت ويذهب إلى الضاحية الجنوبية، واضح أن قرار الوقف جاء بصيغته التي ترضي اللبنانيين. هذا هو الذي يراد الآن في هذه المسألة. وهنا هذا السيناريو إلى أي حد قد يحدث، يعني خلي يبقى فيه نظرة تفاؤل بعض الشيء. بدون شك سيناريو قد يكون قاب قوسين أن يتحقق، لكن دائما يجب أن ننتظر ما الموقف الإسرائيلي. الفارق بين طرح هذا السيناريو وما أريد أن يكون وما يريد أي مواطن أن يكون، أن تتحمل مرة واحدة هذه الطبقة السياسية مسؤوليتها الأخلاقية وتبادر ألا تأخذ إذن. مرحلة أخذ الإذن استغرقت نحو 15 سنة، قادت البلد إلى الخراب. آن الأوان لاستعادة الدولة المخطوفة، آن الأوان للكف عن تغطية المغامرين والمغامرات. أسف على المقاطعة، لكن أحد السياسيين اللبنانيين رد وقال لا تحملون أكثر مما نحتمل، لو فرضنا رؤيتنا نفرضها بالسلاح، وبالتالي سنعيد لبنان جميعا إلى الحقبة الزمنية 75-89 قبل الطائف. وبالتالي لا تحمل اللبنانية السياسي اللبناني أكثر مما يحتمل. طالما هناك سلاح في يد فصيل أنت لن تستطيع إلا أنك تعمل مؤتمر زي اللي عمله سمير جعجع اليوم أو غيره من السياسيين. هذا أقصى ما يفعله السياسي اللبناني، وإلا سيضطر أن يفرض رأيه بالقوة، وبالتالي لبنان لا يحتمل حرب أهلية أخرى من 75-89. عدو اللبنانيين في هذه اللحظة هو الوقت، عدم استغلال الفرصة السانحة في هذه اللحظة. إن الطبقة السياسية ذهبت إلى المجلس النيابي وانتخبت رئيس جمهورية، الشعب اللبناني بأكثريته الساحقة سيقف خلف الجيش، ولن يكون هناك غطاء للمغامرين الذين أخذوا البلد إلى الدمار. ما قام به حزب الله انتهى إلى مأساة وهزيمة ثقيلة. نعم. يجب وقف هذه الهزيمة عند الحدود التي بلغتها، يجب وقف الدمار عند الحدود الذي بلغه. الآن من يقود هذه الميليشيات؟ كلف المرشد سردار رضا فلاح زادة بعد الضربات التي تلقاها حزب الله بأن يشرف على ميليشيا حزب الله وبأن يحدد مواقفها. أعلن نعيم قاسم مواقف، البيان الذي صدر في اليوم التالي باسم المقاومة الإسلامية كان نقيضه. واقعيا ما لم يحصل مبادرة سنبقى ننتظر ماذا سيصدر عن طهران، وماذا سيصدر عن حارة حريق، وماذا سيقول المسؤول الفلاني إذا تمكن من الكلام. طيب الموضوع ما يقوله هذا السياسي، ما يقوله هذا السياسي يتناسى أنه إذا لم تتم المبادرة لدينا أضخم قنبلة نووية في الداخل ستنجم عن التهجير. هذا التهجير الذي يؤدي الآن إلى احتكاكات مطلبية واجتماعية قد تتحول سريعا إلى احتكاكات أمنية وتؤسس لحرب أهلية. بدون مبادرة
من الدولة لحظ احتضان هذا الوضع نكون قد ذهبنا. الخوف أن يخرج من حرب من إسرائيل على لبنان إلى حرب داخلية بين الطوائف اللبنانية، فيما يشعره الأستاذ حنا ويشعره كثيرون من فكرة الحساسية بين الاحتكاكات في الطوائف في هذا التوقيت. أستاذ مصدق بور، ما الذي حمله الجنرال قاليباف؟ هل حمل خطاب تهدئة؟ أنا أعرف أنك لا تعرف معلومة، لكن كلنا لا نملك إلا التحليل. هل حمل خطاب التهدئة؟ هل آن الأوان لأن يقول للسيد نبيه بري افتح البرلمان وابدأ باملأ الفراغ الرئاسي واسمح بانتخاب رئيس يقود لبنان كدولة للتفاوض مع الأمريكيين والإسرائيليين؟ نعم، شكرا. تحياتي لك أستاذ. تحياتي أستاذ مصدق. أنا أعتقد يعني هذه الزيارة أولا جاءت بناء على طلب من قبل الحكومة اللبنانية، طلب رسمي. صحيح، هي ربما ترتبط لسيد قاليباف وفي طريقه إلى جنيف لحضور اجتماع البرلمانات العالمي IPU، وبالتالي لابد من مشاورات، أن تكون هناك مشاورات لاستصدار قرار إدانة إسرائيل ووقف عدوانها على لبنان وعلى غزة، وبالتالي إيران تعمل في هذا الاتجاه، وهناك مشاورات طبعا جرت أيضا مع رؤساء برلمانات أخرى. أنتم تعلمون برلمان ليس عسكري ولا يتخذ قرارات فيما يتعلق بالحرس الثوري أو فيما يتعلق بفكرة الحرب، نزع السلاح، تسليم السلاح، هذه الأمور ليست من اختصاص السيد قاليباف. أما ماذا حملت؟ حملت رسالة، أكبر رسالة، رسالة تهدئة، يعني لم نكن نسمعها في السابق. اليوم نسمع الجانب الإيراني يقول نحن مع جميع القرارات التي يقررها ويتخذها اللبنانيون، لم يقل يتخذها حزب الله، طبعا قال لبنانيون وقال يعني حزب الله، أو بمعنى أنه أن يكون هناك نوع من الرضا، يكون نوع من الرضا لدى جانب المقاومة، وبالتالي هذا موقف إيران. هذا الموقف الإيراني أساسا هو قبل أحداث غزة، هذا الموقف منذ عهد الرئيس السابق. إيران سياسة التقارب، تغيير سياستها، وتوجت تلك السياسة بمجيء حكومة صلاحية في إيران، وبالتالي إيران تسير في هذا الاتجاه وليس في الاتجاهات الخاطئة. أما ما نسمعه من أصوات، يعني اليوم هذه الزيارة غير مرحب بها، وهذه الزيارة وحزب الله يجب أن يضع سلاحه على الأرض، أنا أعتقد الأخوة الأشقاء اللبنانيين هذا الوقت ليس وقت تشمت ولا وقت أنه يفرضوا آراء، هم يمثلون الشعب اللبناني، وحزب الله أيضا يمثل شريحة كبيرة من الشعب اللبناني ولا شك. هم يقبلون يعني حزب الله سياسيا أستاذ مصدق، يعني بالعكس، يعني هم يعني حزب الله المختلف عليه عند حزب الله سلاحه، يعني الذراع العسكري لحزب الله، لكن حزب الله كيمثل في البرلمان ويكون عنده نواب في الحكومة ونواب صحيح في البرلمان ووزراء، هذا متفق عليه. أستاذ محمود فضل. أنا معك صحيح صحيح، أما أن يضعوا السلاح هذا ليس بقرارهم، بطلب توصية من سمير جعجع ولا من بعض المحللين الذين يظهرون على القنوات، مثل ما حزب الله يقول أنا متمسك بالسلاح، وهذا شيء يحتاج أولا إلى ميثاق وطني، يحتاج إلى وحدة وطنية، يحتاج إلى تأتي حكومة تفاق وطني، ويكون هناك منشور وميثاق وطني، ويكون هناك دمج لهذا السلاح في القوات المسلحة اللبنانية، ويكون أيضا هناك يعني حق أيضا لهذه الشريحة، شريحة حزب الله السياسية، أنا أقول بالدرجة الأولى. هذا شيء يجب أن يتحقق، وبالتالي أي حديث حاليا بعزف منفرد أنه تضع السلاح وأنتم انكسرتم، أنا أقول لم ينكسر حزب الله. نعم حزب الله يعني قوة حزب الله، حزب قوة إسرائيل في لبنان، أنا في اعتقادي هذه الحجارة وهذه البيوت والمساكن والناس والأطفال الذين تستهدفهم، ولكن حزب الله هو يضرب العنف الإسرائيلي. قوة إسرائيل في لبنان هذه الأصوات التي نسمعها وهي تتناغم مع الرغبة الإسرائيلية ومع دعوات الإسرائيلية، يعني ما تعجز إسرائيل عن تحقيقه بقوة السلاح وبهذا الإرهاب البطش المروع، لا يريدون أن يقولوا حزب الله يبيع السلاح، من الطبيعي أن حزب الله سوف يرفض ذلك. صحيح نحن مصدق، أنت مع أنه آسف على المقاطعة، لكن أنت مع أن إسرائيل لن ترد، يعني طالما إسرائيل لن ترد وبالتالي هناك صفقة، هناك شيء غير مباشر ما بين الأمريكيين والإيرانيين يعني في هذه الفترة. صحيح. أنت مع هذا السيناريو أو هذا الطرح؟ عندما تكون نعم، عندما هناك تكون صفقة والجانب الأمريكي هو أيضا يوافق عليها، هذا بمعنى أنهم
وصلوا مع إيران يعني إلى معادلة هم يعني يشعرون بقوة إيران. يعني هذا ليس ضعف إيران، لو كان يشعرون بضعف إيران لاستهدفوها. إسرائيل لا ترحم، تضرب وأسلحتهم لا تجرح حاليا، حتى لم تتعرض لطائرة رئيس البرلمان أو وزير الخارجية رغم تهديداتها المسبقة. يعني هذه الطائرات ذهبت. أنا شخصيا في الزيارة السابقة السيد عراشي هو قال أنا ذاهب وأتمنى أن يستهدفونني. الحرس هنا واعد، يعني أقل استهداف هذا خلص، يعني هذا أسوأ وضع سوف يكون، وبالتالي سيكون هناك رد. إسرائيل هي تتجنب الدخول في حرب موسعة مع إيران، هي تتجنب، هي تتحرش طبعا، هي حاليا حائرة، يعني لا تعرف تستهدف النووي، تستهدف النفط، تستهدف البنى التحتية أو تقوم باغتيالات. اليوم نسمع تصريحات أمريكية تقول إسرائيل ليست لديها خطة ضرب النفط الإيراني أو النووي الإيراني ولا حتى تنفيذ الاغتيالات. نعم هناك صفقة بالتأكيد، ولكن ليس على حساب حزب الله. هناك صفقة، هذه الصفقة موجودة قبل أحداث غزة. يعني إيران حتى دولة تتعرض إلى الفساد، وهناك سوء فهم فيما يتعلق بالبرنامج النووي، وهناك دعايات إسرائيلية، وبالتالي وصول إيران إلى هذه الصفقة هو أفضل لها ولدول المنطقة. يعني إيران تعلم اليوم نتنياهو هو الذي يريد أن يجر المنطقة إلى هذه الأزمة وهذه الاختناقات وهذه الطرق المسدودة الدبلوماسيين وغير الدبلوماسيين، وبالتالي إيران تريد أن تعبر ولو على حساب سمعتها ولو على حساب يعني سمعة المقاومة. المرة الشهر القادم أستاذ مصدق، وعرفت أمريكا من سيحكمها، من ذلك الرئيس كاميلا هاريس ولا ترامب، ربما هناك أشياء كثيرة ستتغير وتتبدل، ليس في المنطقة بل في العالم كله. أنا بشكرك أستاذ مصدق بور من طهران، أستاذ حنا صالح من بيروت، شكرا جزيلا لكما. دعا الجيش الإسرائيلي المتواجدين في منطقة جباليا والتي أشار إليها بالخارطة بالرمز D5، دعاهم للمغادرة إلى ما وصفه بالمناطق الإنسانية عبر شارع صلاح الدين. وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه يعمل في هذه المنطقة ضد ما وصفها بالمنظمات المسلحة، موضحا أنه سيواصل عملياته العسكرية في هذه المنطقة لفترة طويلة، وحذر من أن المنطقة المحددة بما فيها أماكن للتجمع النازحين في منطقة جباليا تعتبر منطقة قتال خطيرة. من دير البلح أسامة الكحلوت مراسلنا هناك. أسامة أهلا بك، ما يصلك من أخبار على جباليا وأيضا القصف الإسرائيلي جوا وبرا على جباليا؟ نعم، بالتزامن مع التوغل الإسرائيلي على منطقة مخيم جباليا شمال قطاع غزة، الجيش يفرض حالة حصار كاملة سواء كان بتوغل الدبابات على قلب مخيم جباليا بالإضافة لإقامة تواتر ترابية في المنطقة المحيطة من مخيم جباليا سواء كان في المنطقة الشمالية أو الجنوبية، وبذلك عزلت هذه المنطقة وهذا المخيم عن باقي مناطق شمال قطاع غزة، عن بيت لاهيا، بيت حنون، عن مدينة غزة. الدبابات تقدمت إلى قلب المخيم بالإضافة لإقامة التواتر، كما أن القصف المدفعي بات يصل إلى المنطقة الغربية من مخيم جباليا. الجيش الإسرائيلي الآن يحاصر المنطقة، يمنع عنها إدخال الوقود، إدخال المياه، إدخال الطعام إلى السكان المتواجدين في هذه المنطقة. مع العلم أيضا أن غالبية السكان من هذه المنطقة غادروا باتجاه غرب مدينة غزة هربا من القذائف المدفعية التي بدأت قبل ما يقارب من أسبوع في اليوم الأول للعدوان والحرب على منطقة مخيم جباليا. هذه يعني أعنف ضربة يتعرض لها المخيم ومناطق شمال قطاع غزة، لأن الجيش الإسرائيلي بدأ العملية بالتوغل البري ثم بدأ تبعها بكثافة نارية وأحزمة من الصواريخ باتجاه هذا المخيم، ثم تقدمت الدبابات باتجاه المنطقة الغربية. الآن عدد قليل من السكان ما زالوا داخل هذا المخيم، الآن باتوا يناشدوا الجميع والمؤسسات الدولية والصليب الأحمر من أجل تمكينهم من مغادرة هذا المخيم، لأن الجيش الإسرائيلي بات يقصف ويدمر المنازل المأهولة
بالسكان صباح هذا اليوم، وفي ساعات الفجر الأولى تم استهداف عدة منازل مأهولة بالسكان، أدى هذا إلى سقوط ما يقارب من 23 ضحية من عدة عائلات، وهناك أعداد كبيرة من المصابين، بالإضافة لمحاولات يائسة لطواقم الدفاع المدني لمحاولة الوصول إلى منازل مستهدفة أو الوصول إلى ناجين أو موجودين تحت ركام المنازل مدمرة، ولكن الجيش الإسرائيلي استهدف طواقم الإسعاف، طواقم الدفاع المدني، وفي ظل حصار مطلق على مخيم جباليا ومنع أيضا إدخال الوقود إلى المستشفيات الموجودة في شمال قطاع غزة، سواء كان لمستشفى كمال عدوان، مستشفى الأندونيسي، مستشفى العودة. هذه المستشفيات الآن يعني خاضعة تحت الحصار الموجود على منطقة جباليا شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى أن مستشفيات أيضا باتت تناشد قبل نفاذ كميات المخزون من الوقود الموجودة داخل هذه المستشفيات، وأن هذه المستشفيات الآن باتت تستقبل أعداد كبيرة من المصابين، وهذا أكبر بكثير من قدرتها على التعامل مع كل هذا الكم الكبير من المصابين في ظل محدودية الإمكانيات المتوفرة. سنتابع معك أسامة كل مجريات الوضع في جباليا، لأنه ليس لبنان فقط وإنما أيضا غزة ما زال القذائف وما زالت الغارات الإسرائيلية مستمرة وتحديدا على جباليا. أسامة الكحلوت من دير البلح، شكرا جزيلا لك. وصلنا إلى ختام هذه الساعة، تغطيتنا مستمرة، ألتقيكم بعد ساعة من الآن، لكم دائما تحياتي وإلى اللقاء.